طلب الحقوق ديالي. انا مهاجر وشديت لانتريت تماك، ولكن بعد شديت لانتريت ما عطاونيش لانتريت ديالي. مشيت للقنصلة ديال المغرب وشكيت عليهم وهذاك الشيء، قال لك حنا ودي حنا ما شغلناش، سير لعندهم هما يعاونوك. القنصلة ديال المغرب جا عندي قال القنصل، قال لك ودي حنا ما فيدناش. ومشيت للسفارة، كل خطرة مشي كل 6 شهور مشي عنده، تيقول لك ودي حنا ما سير مع فرنسا، حنا ما نديرو لك والو. أمي لفرنسا وخدمت وضيعت الشباب ديالي وضيعت الصحة ديالي، وبعد لحقت لانتريت ما عطاونيش لانتريت ديالي مزيان، شفروني في كل شيء حيت عارفين احنا حتى واحد ما تيهضر علينا. وبولدي تعمار اسمي الولجة محمد، وجات فرنسا ودتنا كونترا ومشينا هاجرنا، مشينا نخدموا العمل. مشيت عامل لفرنسا الاونجي، مشيت اي نعم 73 اين كونترا، النوع ديال كونترا ديال الفلاحه، تيخدم في الفلاحه، فلاحه مشيت للفلاحه عام 73 74 كملت الكونترا. جيت لباري، جيت لباري حيت ما عنديش فاميليا تماك ما والو، وصحابي مي البلاد وداكشي ما عنديش، وعندنا فاميليا في واد زم، في من واد زم وداك الشيء ومن خريب كاع من كل شيء عندنا في باري. وجيت لباري. شحال المده وانت في فرنسا؟ 50 سنه. يعني 50 سنه ما عطاوكش لا روتريت ديالها في لا دابا. وباش كتعيش ديال الانسان؟ دوك عطاوني 850 يورو في الشهر. اش دير لك؟ ودير لك والو 850 يورو في الشهر. سمعتني دابا واش كيعطيك لا روتريت ولا ما عطاوكش؟ ما تعطيوني دابا 850. دابا انت كطلب غير التعويض ديال 5 سنين، قلتي ديال 5 سنين ودير 850 خصهم يخلصوني 1200 ولا فهمتني. امي لفرنسا وخدمت وضيعت الشباب ديالي وضيعت الصحه ديالي، وبعد لحقت لانتريت ما عطاونيش لانتريت ديالي مزيان، شفروني في كل شيء. وهذا هو، وبغيت انا بغيت انا بغيت انا بحالي بحال العمال، فهمت، تنطلب في الحق ديالي بحالي بحال العمال. وانا بعد تمشي اي بيرو مشيت لعندهم تيجريو عليا، ما علاش انا بوحدي، راه بزاف المغاربه طاري لهم هذا الشيء. ولكن شنو السبب؟ علاش كي اسم شنو السبب تيديروا هذا الشيء؟ إيه مع المغاربه هما الجزائريين تعطيهم الحق ديالهم، والتوانسه وكل شيء حتى المغاربه، حيت عارفين حنا حتى واحد ما تيهضر علينا. راه درت مع اجتماع وداك الشيء مع اسوسياسيون فرنساويين، شدوا من هذيك الساعه، من هذيك الساعه حنا خدامين ما تنسولوا على النيميرو ديال السيكيتي سوسيال لا والو. ومن الاخر بعد 2016 مشيت جبت دوسي عمرتو صيفطتو لفرنسا وداك الشيء. بعد صيفطتو كل خطأ تيقول لك تسنى 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 تسنى. ديال اش دوسي؟ الدوسي ديال الجنسي ديال اسمو ديال لانتريت، تيقول لك تسنى تسنى تسنى. بقى حتى 2021 بعد تمشي عندهم البيرو نقول لهم اودي راه صافي، انا فت القانون ديال لانتريت خاصكم تشوفوا معايا وسير تسنى. الباسطه تمشي لها تيقول لك لا، درنا التليفون باش نعطوك رانديفو، ما عمرهم عطوني شي رانديفو. الوغ الوغ مشيت عند كاميرات ستيفن بو، هو اللي شد ليا السميه ديالي وشد ليا كل شيء وداك. شوف صيفط ليهم هو عاد بداو يخلصوني 2021، بديك 5 سنين اللي كانت قبل ما خلصونيش فيها، وديك التمره ديالي طلع هبط ما خلصونيش في ديك التمره ديالي. ودوك انا تنطلب
الحقوق ديالي، وتقول لك فرنسا فيها الحقوق الانسان، ما كاين لا حقوق الانسان لا والو. بعد تمشي تماك نسيب فرنساويات بدوك البيروات تيجريو عليا، تيجوني واحد شي دزاير وداك الشيء تيقول لك سير ولا غنضربوك. هادشي صافي، هادشي لي ودركا دركا ستيفن بو دار معايا داك الشيء، ديبيتي ديال سني دار معايا المجهود ديالو، ولكن اشنو هو الحكومه دايره هادشي، الحكومه اللي دايره هادشي. وعييت معاهم ودركا انا تنطلب في الحكومه المغربيه باش تعاوني، راه مظلوم. وفرنسا تقول لك حنا عندنا الحقوق الانسان، عندنا هذه، ما كاين لا حقوق الانسان لا والو، وخاصكم تعاونوني. الحمد لله كبرنا ولادنا، وعندي خمسه الاولاد، جوج بنات وثلاث اولاد. ولدي كان جا للمغرب خدم واحد خمس سنين في الوزين ديال الطيار في النواصر، كان انجينيور ديال الفارماتيك، خدمت تماك خمس سنين ورجع رجع لفرنسا، دوك راه خدام في فرنسا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.